En ce qui concerne مش نعاود نرجعوا لصنب لي ستاتيو نتاع الحبيب بورقيبه انا سوي بور راه الحكايه فالوريزاسيون ليستوار نتاعنا و سي ان تروك هيستوريك و توريستيك دو زونا فهمت كيما راهو البر ايور يحطوا دي ستاتيو بارتو تي ميم في باريس حاطين توت افينيو كامل باسم حبيب بورقيبه حط فيه ستاتيو نتاع حبيب بورقيبه بوركو با نو احنا توانسه بيدو علاش عم تفتخر به بالنسبه للصنب نتاع الحبيب بورقيبه كيما يحبوا يرجعوه كيما يرجعوه بالنسبه لي انا ما يقلقنيش يعني ما كيما يرجعوها كيما يرجعوهاش ما عادش تحط المقالة ولا لا المهم العقلية نتاع العباد هي اللي تتبدل والفكرة هي اللي تتبدل والمنتاليتي هي اللي تتبدل فهمتني والبلاد تتريقل ولا بداو لاباس هذيك الفايدة فهمتني كي باش يعاودوه معناها في وقت المونجالا معناها حكاية ما تجيش تنقل معناتها كل واحد متعدي يقول شايلاه سيدي بورقيبة معناها يبدا يعيط وي ولا حال علينا كتاب كيفاش يحطوه معناتها في التيلم نتاعو ما تجيش فكرة مش هي. بالنسبة لصنبة برقية ماذا بينا يرجعها علاش يرجعها صنبة تاع برقية يرجعها لأنه هو برقية هو اللي جاب الاستقلال لتونس وهو اللي أعطاه للتعليم ناس تعلمت كانت أمية برشا وأعطاه للصحة التعليم لحرية المرأة هذا مع الأقل حاجات بهين في تونس يعطاه Pour manger les statues de Bourguiba, parce que personne ne peut nier manéha où on était à l'état d'indigène à celui d'un citoyen avec toutes ses libertés. Donc comment ne pas honorer notre père, le père de la nation, le père de l'indépendance? Nous savons que nous avons été les tensibles, nous sommes dans ma table Bourguiba, يعني في أي سنتر نتاع المدينة فهمتني ولا لا في الجمهورية. لا اكثر لا اقل. بورقيبه ترجع بجنب المونجيلا اما كوا كاع اللي تبدا جاي من هنا تلقاها على اليمين جاي داخل الافنيو هذيك بلاصتو بورقيبه رمز بورقيبه تاريخ بورقيبه زعيم صنع الاستقلال عنده تاريخ حاجه كما نقولوا خشام التحيش من الوجه التحيشي ها هكا ولا اسم كي تقول تونس تقول بورقيبة تقول حنا بعد تقول عليها. بون جو سوي بور لي راجعوا ستاتيو تاع بورقيبة على خاطر ما فيها باس معناها كان نتذكروا هو رمز غير لنا برشا حكايات وما فيها باس كان نقعدوا نذكروه بورقيبة كذا. أنا سوي كونتر الحكاية هذيا نتاع ترجيع التمثال نتاع بورقيبة في شارع الحبيب بورقيبة غاديكا فهمتني نجموا في الفلوس اللي باش يخسروهم على التمثال وترجيع التمثال وكذا وكذا فهمت نجموا يستغلوهم في حاجات أخرين فهمت كيما الكياسات كيما الحفر في كيس كيما البنية التحتية ألف حاجة وحاجة بور إنه يترجع سامبا نتاع بورقيبة في وقعة مونجير حاجة واضحة على خاطر رمز من رموز نتاع الدولة هذايا واللي هو وقف البلاد بعد الحرب نتاعنا ووصلها للنيفو هذا مهما يكون نيفونا خايب صحيح أما خير من برشا بلدان بعد مستقلة مثقفين والله نحسها حاجة زايدة أنا باش يرجع معناها باش ينحوا المونجالا باش يحطوا في بلاصتها بورقيبة معناها سي حاجة وفاتت معناها فما حتى شيء شنو باش يبدل معناها باش ينحوا المونجالا باش يحطوا في بلاصتها كان هو حاجة أخرى في بالي يولي خير والضربات اللي يعملوا فيها والبطالة وبرشا برشا حاجات معناها خير من الحكايات الفارغة اللي قاعدين يخموا فيها بالنسبة لبورقيبة بوركو با تو بالتضحيات اللي عملهم وكل شيء في تونس معناها والناس الكل يعرفوا شنو هي دور بورقيبه في الاستقلال وكل شيء ما فيها باس معناها احنا نخلدوه ونكرموه ونحطوا له معناها التمثيل نتاعو شنو هذيك خاطر الرمزيه الوحيده نتاع ترجع صوره بورقيبه. نخليه المواضيع الاساسيه نتاع الاقتصاد ونتاع مكافحه الارهاب ونتاع تفعيل قانون الارهاب ويخمموا باش يرجعونا الصنبه نتاع بورقيبه. احنا ما ننكروش تاريخ نتاع بورقيبه. اما معناها مهازل معناها كيفاش معناها تخلي المواضيع الاساسيه وتفكر باش ترجع صنبة بورقيبة والله معناها من المضحكات المبكيات انا بور انهم يرجعوا صنبة بورقيبة على خاطر نحب ولا نكره هذاك زعيمنا وهو اللي قررنا وهو اللي بني تونس واي واحد كونتر بورقيبة نحسه ماهوش تونسي ترجع صنبة بورقيبة ساعة الثورة كم كوا هي تعطيم للثورة نورمالمون يعملون ستاتيو توري الشباب حاجة كيما يعني حاجة تدل على الثورة بالرسم مش بورقيبة مشي مع الزمن
تاريخ تاو بورقيبة معناتها تاو نورمال ما يكرموا الشباب اللي جاب الثورة جاب الحرية ذي وجاب العباد باش تخليك تتكلم تخلينا نصوروا هكا مثلا في السونتر فيه قبل ما كنا نصور بورقيبة مشي مع الوقت صحيح نحنا اللي عملنا الثورة ونحنا اللي تحقرنا فيها ما فهمتش شنو علاقة صمت بورقيبة بسياحة الثورة شنو علاقتها الله أعلم النجم اللي حب يرجع الاستاتيو نتاع بورقيبة غاديك النجم هما يعطينا تفسير شنو علاقته شنو علاقة بورقيبة بالثورة شنو علاقة بورقيبة ب 2011 والسلام عليكم.